باسم تدريسي قسم اللغات العراقية القديمة وباسمي أرحب بهذا الجمع الكريم الذي لبى دعوة الحضور ضيفا كريما أو باحثا عزيزا للمشاركة في محاضر الندوة العلمية الأولى لقسم اللغات العراقية القديمة. تأمرنا السعادة اليوم ونحن نلتقي برحاب جامعتنا العزيزة كباحثين لنناقش جانبا من جوانب الحضارة العراقية القديمة، وقد تمكنا من إدراج قسم اللغات العراقية القديمة ضمن قائمة اليونسكو. يقيم قسم اللغات العراقية القديمة برعاية الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي رئيس جامعة الموصل ندوته العلمية الأولى والموسومة بالكتابة المسمارية واللغات العراقية القديمة الأصالة والتأثير. قدم لهذه الندوة عدد من الباحثين بحوثا مميزة تخص دراسة اللغات العراقية القديمة، اللغة السومرية واللغة الأكادية، وأيضا اللغات الأخرى منها اللغة الآرامية والعبرية وتأثيرات هذه اللغة على البلدان المجاورة منها بلاد الأناضول وبلاد الشام وبلاد عيلام. ونأمل أن تأخذ هذه البحوث طريقها للنشر العلمي في الوقائع، كما يخطط القسم حاليا في كلية الآثار لعقد ندوات ومؤتمرات علمية أخرى إن شاء الله في المستقبل. نتشرف قسم اللغات العراقية القديمة هذا اليوم بعقد ندوته العلمية الأولى التي تحمل عنوان الكتابة المسمارية واللغات العراقية القديمة الأصالة والتأثير، ويأتي هذا النشاط ضمن النشاط الثقافي لكلية الآثار متمثلة بقسم اللغات العراقية القديمة، حيث كان الاهتمام من صف الآونة الأخيرة على قراءة النصوص المسمارية ودراسة لغاتها القديمة المتمثلة باللغتين السومرية والأكادية، والتي جاءت محاور ندوتنا لهذا اليوم ضمن هذين المحورين الرئيسيين اللذان يمثلان الكتابة المسمارية بالإضافة إلى اللغات القديمة الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن ندوتنا العلمية هذه اليوم جاءت بدعم مباشر من منظمة اليونسكو، وذلك بعد إدراج قسم اللغات العراقية القديمة بجامعة الموصل على قائمة اليونسكو، حيث تعهدت المنظمة بدعم القسم ودعم نشاطاته العلمية، كما أن شعار كليتنا وشعار القسم سيدرج ضمن النشاطات العلمية والثقافية القادمة لمنظمة اليونسكو إن شاء الله. في هذه الندوة يتعرض إلى أو تقام عدة بحوث تتعرض إلى كثير من النصوص المسمارية وتأثيرها على الخطوط التالية ومنها اللغة العربية. بالإضافة إلى هذا نجد أنه كثير من البحوث تقدم في هذا المؤتمر، ومن جملة ما قدم في هذا المؤتمر ليبحث يتعرض إلى بعض النصوص الكتابية وتحقيق بعض العناصر المعمارية في مدينة الموصل التي هي باعتبار تطور عبر الزمن من اللغات ومن الخط القديم خاصة الخط المسماري واللغة الأكادية ثم إلى اللغات الأخرى والتي اختمر هذا الخط العربي في مدينة حضر قبيل الإسلام.